أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل يا شيخ: ما حكم من ذهب إلى أحد المعالجين بالقرآن ثم تبين له بأنه دجال ولم يكن يعلم ماذا يفعل للتكفير عن ذلك؟ الواجب على هذا وعلى غيره أن يسأل عن الإنسان، يسأل عنه، عن دينه، عن عقيدته، عن تعامله مع الناس. ها يذهب إلى واحد مجهول، هذا خطأ كبير. ولكن من ابتلي ووقع في إراق خرافي أو واقع مشعوذ، إراق مشعوذ، تبين له هذا، عليه التوبة إلى الله عز وجل، عليه التوبة والاستغفار، وأن لا يعود لمثل هذا. وعليه أن يبلغ عن هذا المشعوذ وهذا الدجال، عليه أن يبلغ السلطة لتأخذ على يده، وأن يحذر الناس منه أيضا. نعم.